السلام عليكم احباب ديالي لا فامي، نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير. اليوم جيت ان شاء الله نوريكم واحد الشارع اللي مستقبلا غادي يعرف واحد الرواج كبير، واللي غادي يحل واحد الخنقه اللي كانت من نواحي ديال الدخله ديال سيدي معروف، الناس كيكونوا جايين من المطار، اللي هو شارع طاح. شارع طاح دابا مؤخرا الوالي الله يعطيه الصحه، فهمتي، وهادشي الخدمه ديالو في كازا صراحه كتبان وما شاء الله عليه. قمر بهاد الجهه ديال الدخله ديال كازا على جهه المطار، كاع الشوارع اللي كاينين تما باش يعطيهم لكل كما كنقول لك البروجي اللي كانوا ناعسين باش يعاود يحركهم ويتزعزعوا ويخدموا لقدام. وهادشي اللي بان لي دابا انا حاليا، دابا الشارع طاح، دابا انا كاين على طريق مديونه، سبته كاين على مورايا، ومقدة الحريزي كاين على اليسار ديالي، وشارع طاح في هاد الرومبو الاولى كاين على اليمين ديالي. غادي يولي خرجنا من هنايا حتى الرومبو ديال شارع مكه اللي منها الشيفرولي، حدا الرومبو ديال الشيفرولي، ومن تما المهم انا هادشي هذا غادي نحاول نشرحه لكم دابا، ومن بعد غادي نوريه لكم بالمابس. امشي غندخل للمابس وغادي نوريكم الشرح بالضبط كيفاش غادي يكون. قلت لكم من ديك الرومبو ديال الشيفرولي غتولي الدور على سيدي مسعود، كتزيدوا حتى ديك المدرسه ديال بريطانيا، كاينه واحد المدرسه، المهم مدرسه بريطانيا، وكاينه واحد القنطره دارت في هذيك البلاصه اللي هي غتولي ديك حدا مسيو بريكولاج. المهم انا عرفت شرح شويه ماشي هو هذا، قلت لك غادي نحط لكم كله بالمابس وغتشوفوا معايا. دابا ان شاء الله غادي غير ندور على شارع طاح ونكمل معكم الفيديو. دابا انا هذه هي الدوره ديال شارع طاح. دابا شارع طاح كيبدا من هنايا، تحل فيه بعدا واحد مارجان ماركت هنايا، ومورا هاد مارجان ماركت كاين واحد الديور اقتصاديه اللي هما هادوك. و انا من هنايا الدخله ديال المكانسه كاينين شي ثلاثه الدخلات، كاين الدخله الاولى اللي هي هادي على اليسار ديالي، الدوار ديال المكانسه كاين هنايا الفوق، من هنايا الدخله الاولى اللي كتجي على مقدة الحريزي، كاينه الدخله الثانيه كاينه قدام الاذاعه، سمحوا لي بعد الاذاعه راه بقات هنايا على اليمين ديالي، يعني فهاد النواحي على اليمين. وكيف ما قلت لكم الدخله الثانيه ديال كانسا هي هذه، في كاين داك كاين الترونسبور الحمر، هذه هي الدخله الثانيه ديال كانسا اللي غتشوفوها معايا من هنا. دابا اللي كيكونوا جايين كيبغيو يدخلوا لكانسا راه كيدخلوا من هنا. والكماله كاين واحد دخله اخرى من هاد مور هاد الباطيمات، ولكن هادو هما الاساسيين اللي كيدخلوا معاهم عباد الله. دابا فهاد الفيروج الاولاني اللي كتلقاو هنا، الا درت على اليمين ومشيت غادي نخرج شارع القدس والولايه وقهوه اريحه، ومن تما ممكن ندخل المندوبيه ديال الشغل، حتى هي كاينه في ذاك الاتجاه. ودابا شارع طاح اللي زوين فيه هو ملي غتكمل الطريق من هنايا لقدام غتولي تخرج ديريكت الرومبو ديال الشيفرولي اللي كتخرجك نزله ديال المطار الاطروا، يعني كديك لمراكش وكديك المطار وبرشيد. هاد الشارع هذا هو اللي قلت لكم عليه، كينزل من هنايا الكوميساريا وشارع القدس وشارع الاذاعه، ومن هنا كتشدو طريق نيشان. ان شاء الله مستقبلا غيولي الواحد من هنا يخرج كيف ما قلت لكم الرومبو ديال مكه فوقانيه. وهنا بالنسبه للعقار، الناس ديك النهار كانوا كيسولوني على العقار والاثمنه اللي هنايا، اللي غادي نقدر نقول لكم في هاد لا ريجيون هادي هنايا الاثمنه شويه طالعين بالنسبه للعقار، ولكن هذيك المنطقه ديال شارع الدخله ديال المكانسه وتما واخا فيها شويه العشوائي، ولكن ماشي ذاك العشوائي اللي خايب، مي تما باقي الحال زوين. وبالنسبه لهنايا كاين واحد الديور، هادو دي ريزيدونس، هادو دي ريزيدونس فيرمي. هاد البلاصه بعدا باش نشرح لكم، هاد البلاصه يلاه ولات كتعرف انتعاش في العقار ديالها، يعني جاو دوك المنعشين العقاريين وبداو خدامين هنايا عاطين لاطاك مزيان. دابا الا كتميتي جاي مع الشارع كتوصل حتى ستاسيون ديال طوطال وكتحبس الطريق، وهاد الشارع اللي كنشوفو فيه هو امتداد دومارس،
الا كنتي طالع من دوماس كيتحبس حد واحد كيوطو مع القدس، و الا كملتينيش مع دوماس فكتخش فهاد الشارع ديال امتداد دوماس. دابا هنا شي يوم كاينين هنايا ديور، ولكن هادشي كلشي غيتحيد، الطريق غتخرج من هنايا. فهمتي انا غادي نشرح لكم بالمابس كيفاش الكماله ديالها كاينه من الجهه الاخرى من اللي. يعني دابا هادي هي البلاصه اللي قلت لكم عليها، يعني انا كنت جاي من هنا صافي هنا فين كتحبس الطريق، وهذه هي البلاصه اللي كلشي هنا غادي يتحيد، خاصهم يشاركوها مع هاد الطريق هادي. يعني بحال تقريبا كاينه تما واحد 220 متر، ومن بعد غادي يزيدوا يكملوا هاد الطريق، خاصها تزيد تشارك مع هادي من هاد البلاصه الثانيه خاصها تسودا. يعني ما عرفتش انا كيفاش، يعني هاد البلاصه كلها غادي يديروا لها التهيئه ديالو، وبالنسبه للناس زعما كاين عندهم الاراضي ديالهم، والله ما عرفت واش هذوك الاراضي ديال الدوله ولا الاراضي ديال مواليهم. وهنا هاد البلاصه دابا هنا مصيبه، وهادي هي البلاصه اللي كيديروا ليها كيقادوها، فهمتي، باش غادي يحلوا داك الشارع ويولي الباساج يدوز من تما نيشان. يعني هنا هادي هي البلاصه اللي قلت لكم غادي يحاولوا يصيبوها باش يحلوا ديك العزله اللي ما بين الحي اللي طاري هنايا والشارع طاح. والديور اللي كنت وريتكم قبيله ملي كنا جايين هما هادو، شتيهم؟ يعني الطريق خاصها تجي من لهي وتم جايه وتخرج على هنايا وكتكمل الطريق ديالك حتى الرومبو ديال مكه. دابا هاد البلاصه هادي راه خدامين فيها عاطينا لاكاطو هنايا. طرقان ديما كنقولها ملي كيتحلوا المنعشين العقاريين كيتموا جايين كيجريو كيشوفوا الاراضي ويشوفوا شنو كاين هنايا. دابا هادي هي الكماله ديال الطريق، الحي هذا كله جديد، هاد البلاصة هادي كلها جديدة بالبني ديالها، كاع الشي اللي كتشوفو هنا قدامي. هادو الديور هادو راه باقي عندهم شقل هنايا تا 4 سنين 5 سنين كي كاع وقال يلاه تبنو غير في هاد العام. أما هاد لي زون هادو اللي هنايا فهمتي، هاد البلايص هادو راه تاهما باقيين كلهم جداد. دابا راه كيف ما قلت لكم من هنا هما لي سونتخ اللي كاين الشركات ديال سيدي معروف اللي كيكونوا قدام، راه هما اللي في القدامين، راه هما اللي شنو اللي كتشوفوا فيهم. طريق ان شاء الله مستقبلا غتولي تمشي من هنا من الدخله ديال مقنة الحريزي على طاح طواله وحده وتنزل في لوطوروت ديال المطار وديال مراكش اللي كتسمى اطروا. فهاد البارتي هادي هنا محبوسه حيت هنا كاين غير البني. وهنا بالنسبه للديور اللي كتشوفوا هادشي اللي كتشوفوا هنايا، كاين المويان ستاندينغ والهوت ستاندينغ. الايكونومي ما كاينش كاع هنايا، ما كاينش كاع حس هنايا ديكونومي. وهاد لا زون هادي ما شاء الله، يعني كتعرف واحد مستقبلا واحد الانتعاش اللي غادي يكون زوين هنايا. شي هنا فين كتحبس الطريق فهاد البارتي هنا، ومن بعد غادي نوريكم اللي غتحل الطريق كيفاش غتحل الطريق في الجهه الاخرى اللي من لهي. الشارع حتى هو مزيان، وهاد الاراضي هادو حتى هما خاصهم يتلاقاو مع هاد البلايص هادو، ها هي مع هادي. يعني شارع طاح غادي يولي من مقدة الحريزي غتم جاي نيشان وغتدخل على هاد البلايص. شوف هادو راه دابا هنا هادي البلاصه ديال كاليفورنيا، وهادي هي جنان كاليفورنيا، هادو الاقامات ديال جنان كاليفورنيا، هادو الفيلا اللي كاينين الفوق، وهادي هي الطريق اللي قلت لكم عليها. دابا كيف ما قلت لكم هذاك الشارع طاح، الكمالة ديالو اللي غتخرج من هنا، يعني من هاد البلاصة هادي، فهمت؟ هنا كيبان لك البوطوات ديال الضو، شتيهم؟ اللي خاصها تكمل مع هاد الشارع هذا اللي هنايا. دابا هذا شارع ديال الكمالة ديال الشارع طاح، ومني كتمشي مع هاد الشارع نيشان، شنو كتلقى؟ الرومبوا ديال مكه هي اللي كاينه في القباله، يعني قدام ديالنا هي اللي غنلقاو هنايا. هنا بحال كان هاد لا زون هادي هنايا سميتها كاليفورنيا، هنا اغلبيه زون فيلا، فهمتي؟ هاد المناطق هادو كلهم هنا ما كاينش داكشي صناعي ولا تجاري ولا هنا اغلبيه دي زون فيلا. ومن هاد البوان هادي غتولي تدخل سيدي معروف، فهمتي؟ من هنا تدخل سيدي معروف، تدخل ناسين،
تدخل الأدارسة هذه الطريق من هنا. دابا ملي كتجي تشوف معايا هنا راه كلشي هنايا راه غير شيء كله ديزون فيلا. ها هما الشركات اللي قلت لكم عليهم ديال سيدي معروف اللي كيتبناو راه هما حتى ديك المناطق الصناعية كلهم كاينين هنايا في الجهة ديال هنايا. هي دابا الشارع طاح غيعرف من مقنة الحريزي حتى الرومبوا ديال اللي كتنزلك المطار ديال الأطروة اللي هي كنقولوا حنا ديال مراكش وديال المطار ويدخلك لسيدي معروف. الشيء راني كتم جاي من هنايا راه هي الرومبوا ديال الشيفرولي ما عرفتش واش كتبان لكم هنا ولا لا. هذيك هي كما كنقولوا حنايا الرومبوا ديال الشيفرولي هي اللي قدام هي اللي لهنا ديك المنطقة. دابا سيدي مسعود بقى هنايا على اليسار ديالي السوق اللي كان السوق الاسبوعي اللي كان كيجي من هنايا مره شوف دابا اللي كيجيو حتى لهنا هنا كتخرج هاد لا زون ديال سيدي معروف. شي دابا هنا راه كلشي هنا راه غير شركات. هذا هو الاخر ديالها فين خاصها تخرج هنايا هنا خاصها تلاقى مع هاد البلاصه هادي يعني من هنا غتولي دير الرومبوا وتمشي وتنزل مع الرومبوا الثانيه باش كتنزل في الطريق ديال الاطروه اللي كديك لمراكش والمطار. يعني دابا هنا هاد البلاصه هادي من هنا لهنا خاصها تلاقى كازا نيشور راه كاينه لهي وديك النزله اللي كدويت لكم عليها فكاين ها هي كازا نيشور سمحوا لي هاي هي هذه هنايا هنا في كاين واحد النزله ديالها كينزلوا من تما وهذا اللور ديال كازا نيشور من هنايا. الرومبو ديال الشيفرولي راه كاين تحت هذه العماره البيضاء هنايا هذا توعتني هنا كاين بني جديد في هذه المنطقه. وهنا فين كان كيكون واحد السوق اسبوعي ديال سيدي مسعود كاين غير مورا هاد البلايصه هادو هنا وكاين حتى المقبره في هاد البلاصه هادي هنايا. شيا راه هي الرومبوا اللي دويت لكم عليها عيبان لكم هنا ها هما الرايات شيا ديال الدوره ديال الرومبوا. دابا هاديك الرومبوا اللي كاينه تم من تما غتولي تمشي في الجنب اللي من هنايا بحال غتدخل ديك المدرسه اللي كاينه هنايا ديال بريطانيا ولا هنا ومن تما غيوليو يدخلوا كاينه واحد القنطره دازت فوق من لوطوروت هما الناس اللي كيشدوا الطريق ديال المطار غادي يشوفوها راه واحد القنطره معلقه وواقفه هذه هي القنطره اللي غتولي تشد من الجهه الاخرى وتخرج من هنا. غنحاول نقلب في التصاور ونحطها لكم تما غتولي هاد الطريق هادي كتمشي حتى لهاد الرومبو هادي وكتنزل وكتم غادي في الجنب ديال لوطوروت وكتطلع فوق من هذيك باش تمشي للجهه الاخرى ديال ملاه. الوغ الفيديو غادي يكون سهل هنايا ولكن عندي لكم واحد الطلب الا لقيتي حتى الاخر ديال الفيديو ما فيها باس هاد الفيديو تبارطاجيه مع الناس اللي عزازين عليكم والناس اللي كيجيو لكازا ما كيكونوش عارفين وبغاو شي معلومه باغي يخليوه لي في لي كومونتير انا مستعد نعاونهم ان شاء الله. وعندي واحد الفكره جديده غادي نحاول ندخلها في هذا الكونسيبت اللي كندير هي مره غنبدا نعاود لكم شي قصص اللي كيكونوا كيوقعوا هنايا في كازا وكيكونوا حقيقيين مي زعما كاين من المجتمع ديالنا فهمتي قصص اجتماعيه ماشي كاين شي قصص لا تكون خيبه ولا ديال الخليع ولا هلا خليتكم في امان الله وتهلاو تلاقاو في شي فيديو اخر من غير هذا ان شاء الله.